مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، هي لحظة الختام مع عريس الليلة وفارس الليلة، الرجل الذي يقترب من الدخول والانضمام إلى القفص الذهبي ومغادرة العزوبية، بل أعلن مقاطعتها وقريبا سيدخل القفص الذهبي. العريس الذي أقيمت له مناورة تكريمية كلمسة وفاء من قبل الأصدقاء والمحبين والمعجبين بهذا الرجل الخلوق الذي قدم الكثير والكثير لرجال قدموا له كذلك الكثير في هذه الليلة التي لا تنسى هنا على ملعب الاحتراف وسط لمسات احترافية وكذلك جهد جبار وتنظيم أكثر من رائع من قبل الكابتن عبد الرزاق الذي تكفل بهذه الليلة. هي ليلة تاريخية وليلة ستبقى للذكرى وستبقى خالدة مخلدة في الأذهان، كانت بمشاركة العديد من لاعبي الساحرة المستديرة سواء لاعبي الأندية وحتى أولئك الذين يمتعون على صعيد الحواري. معي في هذه اللحظات العريس والمحتفى به في هذه الليلة وقبل الليلة الرئيسية التي ستكون ليلة من ألف ليلة وليلة، سعادة الملازم ماهر العبدلي، ألف ألف مبروك، أبارك لك انضمامك وأبارك لك أولا أبارك لك هذه الليلة التكريمية التي تقدم لك من رجال ربما لطالما أحبوك ولطالما أعجبوا بالشيء الذي قدمته في السنوات الماضية. وبداية وقبل كل شيء أرحب بك عبر محطتنا الفضائية. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة الكلام يعني الواحد عاجز يعني ما يعرف شو يقول. ناس وقفت معايا، ناس ما قصرت، ناس يعني جات من محلات أو أمكنة خارج مكة، ناس عندها ارتباطات وقالوا نجي لأجل ماهر. يعني صراحة كلمة شكرا لهم قليلة، فأنا عاجز عن أي كلمة أقول لهم، وما أقدر أقول إلا الله يعطيهم ألف عافية ومردود لهم إن شاء الله في الأفراح. و في شخص صراحة يعني وقف معايا واستمر إلى آخر لحظة وضحى بأشياء، فأنا عاجز صراحة عن 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 حتى كلمة شكرا ما قليلة في الشخص هذا. يعني ما شاء الله تبارك الله عبد الرزاق ما قصر ولا بأي حاجة، الكابتن عبد الرزاق جاب نجوم، جاب يعني بصريح العبارة شخص الله يعطيه ألف 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 عافية. سعادة الملازم اليوم ربما شوط أول ينتهي وشوط أول كذلك ربما يعني طوي تماما بعد هذه المناورة التكريمية، انطباعك من خلال ما رأيت بعد مشاركة كذلك الكثير من النجوم سواء لاعبي أندية وكذلك لاعبي ربما يمثلون ثقل كبير هنا على مستوى الحواري، انطباعك بعد مشاركة هؤلاء النجوم معك في هذه الليلة؟ والله أكيد يعني لما يجوك نجوم من بعض من الأندية بعضهم يعني ذو باع طويل في حواري مكة في حواري جدة، يعني أكيد ما جوك إلا بتقدير لك واحترام لك وملبين الدعوة يعني، فأنا عاجز عن شكرهم صراحة. ونتمنى أنه المناورة زي هذه تستمر سواء في تكريم سواء في جمعة سواء، لأنه يعني الأندية اللعيبة دول ما نحصلهم إحنا وما نتلاقى معاهم إلا في ملاعب زي كذا في دواري في مناسبات كذا، فنتمنى إن شاء الله إحنا نستمر على الشيء هذا سواء بتكريمي أنا أو بتكريمهم هم إن شاء الله. جميل. سعادة الملازم ربما بعد أكثر من 20 عام من الصولات والجولات في عالم العزوبية أنت تقترب من مغادرة هذا العالم، أحلى الذكريات تختصرها في دقائق. ما أدري إيش أقول، لكن اختلاف كلي لما تكون في حياة وتنتقل لحياة ثانية تتحمل مسؤولية، طبعا هيكون المواعيد الانتظام لازم، الحياة الجاية بتكون أصعب، فنتمنى إن شاء الله التوفيق لي أنا والتوفيق لكم أنتم في الحياة المستقبلية ودعواتكم من الحياة إن شاء الله تكون أفضل إن شاء الله. جميل جدا، كل التوفيق لك ونتمنى لك حياة زوجية سعيدة مكللة بالنجاح بعيدة عن الضغوطات سواء النفسية وحتى العائلية والشخصية كذلك. ماهر العبدلي سعادة الملازم نجمتين والثالثة ستكون قريبا ليلة حفل زفافك، ماذا تقول عن تلك الليلة التي تنتظرها بشغف كبير؟ طبعا ذيك الليلة يكون الشعور غريب، يعني الواحد يكون مستعد وإن شاء الله مهيئ نفسه ليلة انتقالية من مرحلة لمرحلة ثانية، فإن شاء الله نطلب من الله أنه تتيسر الأمور وتكون زي ما هو الشيء اللي متوقعينه وإحنا مرتبين له إن شاء الله.
سعادة الملازم، قبل السؤال الأخير وقبل أن نختم، كلمة تثمن فيها مجهودات الرجال الذين قاموا بهذا الكرنفال تكريما واحتفاء بك في هذه الليلة. والله يا مال كلمة صراحة تعجز، لكن أنا أوعدهم إن شاء الله إنه قد ما أقدر برد لهم في الأفراح، وبنوقف معهم إن شاء الله في الحلوة وفي المرة. يعني ناس زي ما قلت في البداية ما قصروا، جو عندهم أعمال عندهم أشغال، بعضهم جاء من برا مكة، كله التقدير لماهر، فإن شاء الله ما راح أنساهم أنا بالموقف هذا. ما الكلمات تعجز أن الواحد يقول لهم، كلمة شكرا قليلة جدا، لكن أنا أتمنى أنه ألقى فرصة إن شاء الله أنه أرد لهم الوقفة هذه إن شاء الله. جميل. ماهر سعادة الملازم، قبل أن نختم، موقف طريف بعد أكثر من 20 سنة مؤكد أنك تتذكر، وكذلك كلمتك الأخيرة بعد ذكر هذا الموقف. مواقف فيه لكن الآن الوقت أو الذاكرة ما هي، لكن والله ما يحضرني موقف الآن، لكن كل اللي أتمناه أنا إنه الناس اللي وقفت معايا، وأعيد وأكرر الناس اللي وقفت معايا إن شاء الله بحاول إنه قدر المستطاع إني أرد لهم ولو جزء بسيط، والله يعطيكم العافية. جميل. سعادة الملازم بارك الله لكما وبارك عليكما جمع بينكما في خير، كل التوفيق لك، ونتمنى لك سعادة حياة زوجية مكللة بالنجاح بعيدة عن الضغوطات والمشاكل وما إلى ذلك. شكرا جزيلا لك مرة أخرى، ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك، والشكر لكم صراحة أنكم أنتوا جيتوا حضرتوا وغطيتوا، عاجزين لك عن شكركم، لكن نتمنى لكم حياة سعيدة إن شاء الله، وشكرا لكم.